لي ليست دو ريغل لي زوغ بدات نوريهم لكم دابا اذا ما حطوطيش الام كيخسلنا بالضحك. اه جاكم زيوان انت فا بيان هذا جبت لكم في الإناية اتلو وتلات جاك غزالة عالية صحتك اليوم بتماريي اسكت خلي عالية ترونك فوالا بنات انتما شانيل كتحمق وهادو شوفوا معايا هادو وهذا هما ماما وعليا دابا هادو هما لي برودوي دياماندا وهادو هما لي برودوي يارا ميرسي الله يعطيكم الخير ويكبر بكم البنات. المهم هادو هما العنوان ديالهم عندهم الروائح الخاصة هو ماري كريستين 32 والله الا عندهم روح خاص ماشي زعما كان ما عملت لهم لا بيب لا والو هادشي بصح اللي كاين غزالات صباح الخير صباح النور صباح السرور صباح الطاقه الايجابيه كنتمنى تكونوا مزيانين امركم بخير وصحتكم لاباس. هاد النهار هذا بنتي لينا عندها امتحان ديال الماط والامتحان ديال الماط كيجي شويه صعيب هي وبزاف ديال التلاميذ وحدين اخرين وفريمون كنتمنى ربي يكون معاها يا ربي تكون معاها وتكون مع الوليدات كاملين وتفرحهم يا ربي الهلا ما تحزنهم بالخصوص اللي مساكن عاملين مجهود وباغين يقراو مازال اللي كيكون ما عملش مجهود ما كيتاثرش لانه هو صوفو ولكن كنتمنى يعملوا مجهود لمصلحته. اما التلاميذ اللي مساكن كيعملوا مجهود والفهم ديالهم متوسط الله يكون معاهم المجتهدين تاعهم الله يكون معاهم واللي ماشي عامل مجهود الله يهديه باش يعرف المصلحه ديالو ويعمل مجهود ويريح والديه. هاد النهار هذا الزوينه ديالي انا عندي النهار مشحط عندي اليوم القرايه نهاري مشحط انا كيف ما شفت مع الفورماسيون ديالي شو مزيان مزيان ماشي مزيان كاين شي حوايج اللي كنجيبها فيهم كاين شي حوايج اللي لا حيت كنعمل بزاف الحوايج اخرين سوغ لي كوتي ماشي نقول لكم راني كانطر زعما كاين شي حاجات اللي كنعملهم مخيرين وكاين شي حاجات اللي ما عطيهمش اصل الاهتمام حيت بحكم كنعمل حوايج اخرين سوغ لو كوتي مي معليش اي واخا تعلم معايا 50 ولا 60% الحاجه اللي مشيت نقراها بخفي حتى شي فورماسيون ما خساره وزيدون غادي نكمل فيها حتى نجيب الدبلوم ديالي اكيد. المهم هي الاستمراريه ابخي ماشي شي قرايه اللي صعيبه كنقرا شي حاجه بانال باش نكون معكم نيشان ماشي تحب لكم عامله شي فورماسيون ماشي حاجات ماشي تافهه وماشي شي حاجه عاديه يعني في المغرب بعدا قلت لهم كاع ما كتهمهم كاع نهائيا شي حاجه عاديه وصافي ماشي شي حاجه و... انا مهم عجباني ودخلت فيها ودابا بالخصوص عجبتني بزاف وباغا نخدم فيها من بعد غنهضر لكم عليها ان شاء الله من نكملها. ودابا الزوينه ديالي غادي نتوكلوا على الله نيها الاختي وماما صحوا معايا في الدار صراحه فرحت والله الا نيها الماما مسكت متفاهمين واصلا نيها المسكينه مسالمه شوفوا انا ماما تبارك الله مرا قاصحه زعما قويه ماشي مسمومه لا والله ماشي حيت ماما بالعكس عامله الخير بلا قياس وطيبه ولكن تخي فوغ كاركتر صعيب باش يكون شي واحد براني في الدار معانا واخا كاركتر قوي وماشي اي واحد كيدخل للكانتا ولكن فريمون مهليه في نيها الاختي حق الله العظيم جاب عندي في الصباح الدريسينغ وستمجوج ونضو بكري وانا نقول لماما نيها قالت لي نيها راه في عيني قالت لي اختها ديال بنتي هي بنتي قالت لي اختها ديال ولادي هي وحده من ولادي حيت نيها اختي من با الناس اللي ما عارفينش انا ماما عندها غير انا وخي وحتى راجل اللي كاين غير هو وخا حنا ماشي اسر كبار وحنا ولدنا اسره كبيره تبارك الله الله يخليها لينا ويعاوننا عليهم ويعاونكم على وليداتكم حيت اغلبيه انا ديجا كنت كنبغي الاسره الكبيره وراجلي حتى هو واخا صراحه الوقت صعيبه في كل شيء لا في الوقت ولا في الفلوس ولا في المعنوي ولا في الصحه والى اخره فملي كيكونوا الاسر صغارين اكيد الوليدات كيكونوا بحال دابا انا ولادي جو بونس الا كتب ليهم وجاب لهم الله ولاد الناس ما غادي يعملوش اسر كبار دائما كيكون العكس ولا العكس حيت الاسره كبيره كتحتاج بزاف ديال المجهود في كل شيء لا في التعايش لا في التمارين لا في الحوار لا في المتابعه لا في الصرف لا في كل شيء مي الحمد لله حنا ماشيين الحمد لله ماشي ضروري نكونوا في نمبر 1 بالاغلاط ديالنا بالحوايج ديالنا المزيانين الا خرجنا غير سالكين من هاد الدنيا بلا عيب الحمد لله اللي كيقول لي سلك من دار العيب بلا عيب فهو يحمد الله ويشكره. دونك نيها اختي منبه ونيها عزيزه عليا بزاف واخا كنت انا في دارنا قبل وكانت هي اصلا ربات معايا سيرين ولينا وهي باقا صغيره عندها شي 27 دابا ولكن كانت كتجي وكتلقى سيرين بيبي كان عندها هيداك ديك الساعه دي 11 المهم ديك المراهقه 13 والبارح جبدت لها قالت لها سيرين عقلتي ملي كنت كنغسل لك وهيداك مسكينه عاود كانت كتدي معاها سيرين الدار دبه وهي صغيره وكتدي معاها سيرين كيوصلوا لخي محمد وكيتهلاو في سيرين يغسلوا لها ويشريوا لها سوفيتمون جدادين حيت ملي كيمشيو كينساو يديو وسير نيها الختي مسكينه مسالمه وظريفه ومسكينه هي عيانه شويش الحمد لله. دونك خرجت من الدار الحمد لله فرحانه والله والله العظيم نيها جات مسكينه نورت علينا وحتى ماما ما بقات في قنطانه حيت انا بحكم كنقيل مشغوله هاد المره اللي جات عندي ماما ماشي بحال المرات اخرين شحال هادي كنت كنسافر ماما ماما كنخرجها كنت كنحط لكم لي ستوري كنمشيو ناكلوا الحوت كنمشيو هنا كنمشيو هنا دابا فريمون جات في الوقت الامتحانات ديالي وولادي زيد عليها عندي المحل زيد عليها عندي لي ريزو زيد عليها الدار كبيره مكتلف فيها الشغل ما عنديش ريحه الوقت هي بيدها كتقول لي بنتي
حيت بعض المرات كيجيني الناس في الطوموبيل كتقول لي هذه الحاجه اللي ما كنتش عارفها عليك فريمون سي تروم. الحمد لله هذا العام وصافي من بعد غتقاد شويه الامور وانا اصلا عندي راحتي في هذا الشيء اللي كنعمل. انا راحتي في هذا الشيء. وبالنسبه لمرات با وبا وماما عندنا حتى شي مشكل والحمد لله عادي. ماما وبا ما تفهموش كمان با مسكين بقى عامين عاد جوج يعني الا ما كانتش مرات با كانت غتكون وحده اخرى. الحمد لله اللي مرات با حيت كومي مرات با ماشي شي مره قبيحه يعني عادي ما عندنا حتى شي مشاكل الحمد لله. ما عمرنا وصلنا شي عيب ما عمرنا علينا الصوت على بعضياتنا ما عمرنا واخا هي كتعرفنا هي صغار كتعرفنا صغار يبدا جوج صغيره وحنا كنا صغار بزاف يعني كان عندي شي 7 سنين ولا يعني بحال ولاده وما عندنا حتى شي مشكل. ودي فوا ما كنمشيش عندهم بزاف وهذا حيت انا من النوع اللي ما كنبغيش نديرونجي ما كنبغيش نتامبوزا فهمتوني حيت انا كنقول ان البيوت كلهم اسرار وبنادم ما كنبغيش يجي وصافي كتكون بعض المرات الحاله مرونه كتكون بعض المرات فهمتوا يعني واخا مرات تبارك الله حادقه واخا ما كان في اي دار هادشي ماشي على مرات با اي واحد. انا ماشي النوع اللي كيعجبني نبسد حتى وتنتوما الاغلبيه الناس اللي غيكونوا كيعرفوني اللي شافوني مباشره واللي كتعرفني كنقول لها نتلاقاو في الزنقه مشيو شي مطعم في الزنقه مشيو هادي مغري الا الانسان كان مسالي وما عنده ما يدار هو اللي يوجد داكشي ويجي. اما مرات با مسكينه كتقول لي اجي مرحبا بك هذه دار باك فوقاش ما كان بالعكس حنا كنت وهاد المره اللي مشيت عرفتي شحال درعتني وانا حسيت بها حيت حنا راه كنحسو كبار كتعرف اللي كيسلم عليك السلام ديال الزواق. وصراحه قسما بالله البنات وكتاب الله اللي عندي هنا الا حتى انا فرحت اللي شفتها وملي درعتها حيت يماهم ديال خوتي وما عملت فينا مسكينه حتى شي عيب والدم عمرو كيولي ما وما عندنا حتى شي مشاكل الحمد لله. ماشي ضروري تسمعوا بان كاين الاب متزوج ولا يسحب لكم كاين مشاكل ماشي اي اسر فيهم المشاكل راه بيان سوغ عندنا مشاكلنا كلنا غارقين مشاكل ولكن ماشي هاد المشاكل هادو الحمد لله. ونيفو دو لا فامي ما عندنا حتى شي مشاكل الحمد لله وشكرا. داكشي علاش انا ما كيهمنيش البراني علاش فاش كنقول لكم انا كيهمني المحيط ديالي اللي داير بيا نكون معاه مرتاحه. اما الناس شكون هما الناس شكون هو العالم العالم هو انا وعائلتي وتنتوما بغيتكم العالم يكون هو نتوما وعائلتكم. بحال انا شي مسعورات كيبقاو يسعروا في لي كومونتير اللي كنجاوبو مستهزئ فيها كنقول لي المنافقه ما كرهتيش تكوني بحالي خلي الكومونتير ديالها تما حيت كيجيني بانال. وبعض المرات كتلقاوني مسحت شي كومونتير ماشي مسحته بلوكيتو حيت كنقول هادي اللي كتبت لي هادي عطياني التابعه وانا شنو مستافده منها كتسرد لي الصالير يلا ديكاج لامك تدخلي تستافدي مني وتعطيني التابعه انا خليني مع الحباب. اكيد كاين اللي ما غنحملونيش وهذوك اللي ما كيحملونيش برا تحملني شي برا تزبل فيا برا عادي ما نعجبكش ما تشوفش فيا داكشي علاش كنمسحهم ماشي خوفا منهم وماشي حيت اثروا عليا. انا بنتي كانت عتموت حدايا 6 ديال المينوت بنتي ما تنفستش وباقا تهمني شي حاجه في هاد العرفه غير حين تلقاناتي نقيه يبقاو فيها الناس نقيه وعاود مساكن صحاباتي البنات الخير بنات اللي عاقلين واللي كيشوفوا ان بنادم تافه شي منخرو في بنادم نخرج حتى بالسليب ما عجبتكش برا سوقي هذاك يعني بنادم خصو يوعى تركزي على حياتك. هادوك الناس اللي كيبغيوني مساكن كنشوفهم مجننات تما وكتقول معاهم هادشي علاش انا كنقيكم باش الناس ديالي ما خصنيش يتعصبوا. الناس اللي كيبغيوني كنبغيهم اللي كتعطيني عينينا كنعطيها جوج واللي كتجرأ عليا كنعطي امها علاش كتقلب في المباشر اما من ورا الشاشه تبقى غير من ورا ظهري. شحال من وحده كتقول لي شي هضره عيب ملاغه وكنقول لها سحب كلامك هما عارفين راسهم كيسحبوا كلامهم كيعتذروا وكنطليهم وكنعطيهم دروس في التربيه كاين اللي خصهم 100 سنه ديال التربيه مي من غير هادشي شوفوا راه ملي كيجيك شي شوك في حياتك راه كتغيري ماشي 360 درجه حيت 360 كتعاودي الدائره كتغيري 180 يعني كتكون هنا كتهبطي لتحت فوالا هادشي اللي كاين الزوينه ديالي. المهم هادشي كامل انا فرحت وكنبغي الامور تدوز مزيانه بين ماما وبين اختي مبو اصلا دائما كدوز مزيانه نهار كانت كتجي عندنا الدار ديال ماما حيت انا فاش شريت داري بلايا دابا هذه تقريبا 11 عام كنت كنكريها داكشي علاش كنت شريت غالي وفي السونتر قلت العماره خصني تكون نقيه وخصها تكون قريبه في السونتر فريمون وحده مارينا ما تكونش بعيده عليها. وكنت كنجلس عند ماما حيت بحكم خي ما كانش مجوج ولابارتمون ديال ماما واخا قديمه زعما وشعبيه فيها 140 متر يعني كتكفينا انا وماما وخي وما كانتش مرات خي. من نهار جوج خي ماما طلعت من دار اخرى وعطات هذيك الدار لخي باش خي كاري عاوتاني كدارو فصافي باش ما نكونوش جوج عائلات وباش ما نبسلوش باش حنا ناخذوا راحتنا ومرات خي تاخذ راحتها مع وليداتها وراجلها حيت صعيبه جوج عائلات الصيف كامله باش ماشي حيت بالعكس مرات خي العمره دار وكتفرح وهذا ولكن ما كدوش على الله كتجي صعيبه تجي عندك لوستوك كل عام ويلي عند اربعه العواول وخا الدار ديال ماما عزيزه ماشي تجي مرات خاك تولي كل صيف كتفكر ميرد غادي يجيو عندي شهر شهر ونص الطرحه تكون كطيح الشغل ما غيتسالاش الفطور شحال القشاش خاصني نوض نوجد يعني كيولي بنادم هايز عليك وبنادم في هذه الحياه كلشي تعبان مع راسو كتعرض علينا كنتلاقاو مره مره هما كياخذوا راحتهم وانا في داري حتى انا كنكون بوحدي مرتاحه وانا عزيز عليا نعزل عاوت مع الاسره ديالي الصغيره واخا كنمشي للمغرب عليهم نهار اللي كنبغي نعطيهم الوقت هما ليهم ونهار اللي كنبغي لراسي لراسي غير انا ولادي
وهكذا كيكون كلشي فرحان وكلشي مرتاح فهمتوا، باش ما نزعزعش الراحه تخي، ما نزعزعش الراحه مرات تخي، وحتى انا حتى حنا راحتنا ما تزعزعش. وهذا اللي كاين الزوينه. تصبحكم مبروك البنات، جبرتوني يلاه كملت وصلت صحابي، وعيطت لي ماما قالت لي مشي، قالت لي خاصه ميزان باش توزن الباليزه غير هكذا، خصني ندوز نشوفوا دابا الاكشن ديال 45 لعبوا في لاغاردوري اصلا عليا وهويا. قالوا لي مامو خلينا شويه في لاغاردوري بغينا نلعبوا كيقنطوا، دونك غادي ناخذ راحتي باش نخليهم يلعبوا شتي باش نوصل عندهم. هيداك ما عندك 5:30 خليهم يلعبوا يستافدوا بروفيتيو، ماشي تيستافدوا مع الجو مزيون بروفيتيو. والا نرجع مشاريع حيت شي واحد بغى يدخل بلاصه شي واحد اخر. صافي هادشي اللي كاين، غادي نمشي ناكسيون نشوف واش كاين ميزان. ما عنديش الكانه ديال الدوره، انا راسي كحرقني فيا النعاس وخدمت اليوم بزاف. الا لقيت شي حاجه زوينه غادي نصورها لكم، ما كانت شي حاجه ما كتستاهل شي سي با نيسيسير. واحد خارج فوالا، او شي واحد خارج غادي ندخل في بلاصتو فوالا. اوكي justement les motifs qu'il y a, dis-moi si tu as besoin. transpire في الصاد انا غنعمل لك لا كليم ها الماء فتحت الحراره اليوم 26 هذه مسكينه عامله لك سيوا وخرج لعريانين مع الصنداله الفوق سخون. الله صافي دو بيان يا لفاز تم شويه لا كليم غادي نسوق دوز الاكسام وما شفتوش شنو خديت. وخديت هذا الكابل هذا ديال الطوموبيل حيت الطوموبيل عندي فيها تيب سي، وعندي هنا الايفون. هادو صحاحين دابا ثلاثه المرات وكنشري كيديوه لي البنات، مي هادو فريمون سوليد صحاحين 10 اورو هذا، ولكن حسن من هادوك جوج اورو كيتخسروا دغيا. فوالا دابا غنتوكل. خديت شي توشيات بحال هكا دابا في المابوندوس ديال اجنه واريج. صافي سي بيان. واحد بوندوس برتو خاصني، انا ديجا شاريه منه من عليا وهويا، جبت لهم جوج الاولاد خاي. عرف حلف امك باش ما توسخش الطوموبيل دون لا بوش. تيان مونج دون لو باكي وما توسخوش. شوفي ديري بحال هكدا وكوي من بعد تعطي العالية، ابخي تعطي العالية كمسا. طلع سروالك اهويا، هاي وحدة بوحدة غتعملي لي ميات ان باغ ان. لا فاليز غزالات مساء الخير، اهلا وسهلا. دابا اختي عاد غنوريكم الهدايا اللي جابوا السلامات، الهدايا اللي جابوا لي البنات في ليفينمون. الوغ اول حاجه من عند اوديليشيوز، كانوا عاملين ستوند ديالهم تما وجابوها لي، الله يعطيهم الخير ويكبر بهم. جاو في غي ماري كريستين 32 فلاكن، عندهم لي بارفان بثمن مناسب، دونك عطوني هذه راه لاطافا فنه هاد الغوز. انا عندي البيضه حتى كوين بيوتي كتبيعهم، كنت خديتها من عندها، وهما عطوني هاد الغوز هادي كتحمق ريحتها. شومي شوماني هاي كيفاش جاتك؟ شوما سيرين تا هي مقربه وجا قرب اريدك. هل سون بون؟ ريحتها واعره
ريحتها كتحمق دونك عطوني هذه لطافه، عطوني بحالة صغيره ديال يارا شي واحد فوق راسي الله يعطيهم الخير. دونك حتى هي يارا سي لا ميم نو وي سي لا ميم اي صغيره ياك سي لا فيرسيون فواياج وي هذه صغيره باش تسافري بها قالت فيرسيون فواياج زوينه الله يعطيكم الخير. او كذلك ديودورون ديال يارا زوينه لا كوليكسيون كامله جيم بيان لا كولور نو سي با لو ديو سي بور لي لانتيريور سي بور لا ميزون وي سي بيان نعملو في دريسينغ ماما سازو باكاجي ريحته كتحمق معطر الجو ريحته فنه بنت هذا معطر الجو ديال يارا كتحمق ريحته غادي نوريهم لكم من بعد. الو سي ترو شو سي شو تافي هذه بنت ولي تاتا ماجده ابري نوريها للبنات حيت عندي الديكورات حتى بالدار. هاد الباكيج هذا مع عند البنات كيبيعوا في الانستغرام غادي نوريهم لكم عندهم الاثمنه جد من الحبال. هاد الباك هذا هاد الكوفخي اللي عطيتهم الخير لقيتو موجد وجدوه ليا عندهم لي بري تري انتريسون عندهم اثمنه جد مناسبه. جبت لي شي معلقه ندوقوا الاملو ديالهم حيت تقداو عليهم الناس تما وتفعي شويه هذا اللورا سيري تفعي شويه اللور فوالا سي بارفي عجبوك علي عينا عين خرجو شنو كاين في هاد الباك؟ كاين العسل الحر وكيبان نيت حر غادي ندوقو دابا حداكم هذا عامل 20 اورو هاد القريعه. كاين هاد لو بود الاملو كامل تبارك الله ب 20 اورو غادي ندوقو حتى هو. هاد التخليطه ما عرفتش اش ديالاش الاعشاب الطبيه الازير العطرشه السلميه الزعتر البابونج لويزا فليو هادو جو بونس كتشربو بالليل وديري بهم اتاي بحال تيزان الا بغيتي ترولاكسي باش تنعسي. كاين زيت الارغان ديال الماكله هانتوما عاملين لهم 10 اورو قريعه ديال الارغان حقيقيه هادشي كلشي حقيقي 100% 100% وعاد جو بونس بيو. وكاين الزيت ديال الارغان ديال التجميل يعني اللي ندهنوا في البشره ديالنا هذا ديال الاكل وهذا ديال التجميل. شكرا للبنات الله يعطيكم الخير ودابا غادي ندوقوا الاملو ديالهم باش ما نبارطاجيش معكم اي حاجه كنبغي نشوف اي حاجه نبارطاجيها معكم نكون تاكدت منها وعارفه علاش كنهضر باش حتى نتوما وهذا هو لو بوت. الا غنوريكم وصافي بلا ما ندوق الحاجه وبلا ما هذا صافي راه غيان بسم الله غادي نحركهم بعدا فوالا القوام ديالو زوين ها نتوما ولو بو كبير تبارك الله واقيلا شي كيلو هنايا بسم الله سا جو بونس سي كوم لو بو دو بور دو كاكاويت جو كرو سي 1 دومي كيلو 750 750 ou 1 demi, mais je pense pas qu'il y a un demi. انا شخصيا حمقتني العسل اكثر من الاملو بحق بناتي حمقوا على الاملو العسل حره خطيره املو على ديال الاوا املو بحال الاملو ديال المطاعم ديال المغرب عجبهم ماشي ثقيل بزاف وثمنه رخيص صراحه 20 اورو تري بون بري فوالا نقدروا نشدوا هذا الشيء وهذه مجدة الزين مجدة الحب مجدة صاحبتي كنحمق عليها واحد القلب كبير طرافات والزين والجمال وجات عندنا للسهره ودوزنا سهره زوينه وكانت بحال الاميره تبارك الله وجابت مسكينه الكادو لماما مجدة الله يعطيك الخير بنت الخير ويكبر بك. جابت لماما مسكينه شانيل جابت لها كوكو مادموزيل ديال شانيل سيرين كتسناها كتقول لي مامي كاع ما مركزه معاك انا اللي مركزه زعما عطيوها لي نو مي جور سي سي قلت لها ماما قولي لمجدة شكرا غير من تما شوف الله يعطيك الخير دعي لها مع وليداتها امين شكرا مجدة الزين الله يكبر بك بنت الخير ان شاء الله ردوا لك ساعه الخير وزوين يكونوا عندك ناس اللي كيقدروك ماشي ماشي ضروري تكون محتاج ولا ماشي محتاج ولا من الناس اللي كيضرب عليك بحال هكذا ويعمل عليك مجهود ويخسر عليك الثمن ويجيب لك راه كيعطيك قيمه اي تو فالوريز او دولا ديال لارتيكل او دولا ديال شنو جاب لك يعني كيكبر بك كيعطيك قيمه وعاد جابت لها مسكينه لو باكيت ديال دونك
ولا سال دي جانيرو فديبون ما تنيش على سودا جينيرو هي هادي كتحمق شكرا بزاف وريحتها فنه انا ما عنديش مع لي شانيل كاملين بحق هاد مادموزيل كتحمقني غير السانك اللي كتجيني قويه شكون سونتير كتحمق كتحمق قديم انا نعمل لكم فيتكم تعال ياكل شي طالق عليا لي الزين ديالو غير من الفوق كتحمق كلاس كلاس كتحمق فنه ياك ريحتها فنه شكرا مجد الحب الله يعطيك الخير ونوريكم ليا انا شنو جابت ليا انا جابت هادو شوفوا معايا على الكنيسات هادو إذا كنتم مهتمين قد لي خداتهم من عند سويسلاين حيت هي كتعرفني كنمشي نتسخر مع عند سويسلاين فخداتهم ليا من عند سويسلاين أولا لا أنا من شديقة جبت ليا مسكينة ثلاثة مجد الله يعطيك الخير بنت الخير رد لك ساعة الخير ربعة ديال القشع ديالي من الدار كادو ديال مجدة مسكينة مجدة والله واحد القلب زوين واحد لو سوغيغ واحد عين وصف راه سي با بوسيبل كاين شي ناس كيدوزو لك في حياتك راه كتقولي الله يرحمني ولدو اللي ربا الله يخلي لهم صحتهم وضحكتهم وليداتهم سي ما شاء الله يعجز اللسان عن الشكر ديالهم فريمون شوفوا معايا كيحمقوا الطويسات وحمقوني مره اخرى عند سويسلاين ولكن ما كانش عنده هاد البنات اللي جابت ليا دابا خدات ليا ثلاثه بونجور كنت بروفيتي مع الكوبين تاع ساكم سوفير وي انا ماش بونس سي بلوس ليش العيبه قالت لي تهرسوا لي شي ثلاثه والله ما فهمت مع الصداع ديال الحفله صحاب لي تهرسوا صعب لي خليتهم جبرتهم مهرسين ما والو فوالا جوج لا ترويزيام خاوا باش تاكل تي سونبير كنت لي ندير غير لي زغد بنات نوريهم لكم دابا اذا ما حطوا الان كيخصنا بالضحك اه جاكم زيوان انت فا بيان هذا جبت لك كنت من انايا اتلو وتلات جاك غزاله عاليه بصحتك اليوم بتماريي اسكت خلي عليا ترونك فوالا بنات انتما شانيل كتحمق وهذا شوفوا معايا هادو وهذا هما ضو عليا الغزاله ديالي وصلت معكم لاخر الفيديو الا كنتم مهتمين بالمنتوجات من العسل الامل والزيت الارغان الطبيعيه غادي نحاول نلقاهم الكونت ديالهم في انستغرام نعمل لهم الطاغ وبالنسبه لاوديليسيوز راهم فريمون غير كريستين راني حطيت لكم الادريس تبقاو لي على خير والى فيديو